ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين شوارب، قيلت في كيف المقيل؟ الحمد لله. اليوم معنا ضيفة كبيرة وتتكلم لنا في موضوع خاص. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الأصول الكريم. حليمة كبير. حليمة كبير. نعم. الأمور كم؟ سنة. 10 9. 10 9. الله يبارك حياكي والله يجعل البركة في حياكي. دعوة العلامات وصفا بكونك أنت واللوك في كانو أو كبرتي في كانو. هيدو كنت تتكلم العربية الكلام ده خويا صحيح. إنك وصية للعرب الولدون في بكنشي خاصة في يروى ولا في البكان البكنشي هو بيتكلم عرب ده وصيك كلهم شنو؟ وي أنا تقول ولدوني في كانو أو جميل في كانو أنا يروى كل ماني أعرفيه، أما الكلام العرب ده قاعدين يا تقول نتكلم في يماني سيتا ما شاء الله. والعرب ده تتكلم به في البيت وبرا من البيت كلها تتكلم بالعرب بس؟ نعم نتكلم في البيت وبره في البيت بأخواتي. نعم جدنا نتكلم ما شاء الله. أخيان العرب ده نقول شيء عظيم بيتولدوا في كانو في أوست كانو وبيوم كانوا يغرموا وصلتها وتتكلم في عرب بالعرب ليل ونهار ويدقوا العربية تقول دقوا بس جابوه من يروى شغل ده عجيب برا. أي رسالة إنك لبنات العرب بالكلام باللغة القديمة العرب في بيوتهم ده رسالة كلهم شنو؟ أنت ولدوك في كانوا بالواجب يكون أنت بس هم هذي بوصوك، أما اليوم أنت بس تكوني توصيهم بالنسبة للسان أمه. يا بدور بجيبت أمهاتنا القاعدين في البيت بدور بجيبت أضانهم يذكروا لعيالهم القاعدين في البيت كل يوم يتكلموا كلام العرب يا إنسو يا إكبروا كيف كانوا يقولوا بنسو كلام العرب. أنينا كل ده وتشتنا ما نسينا قاعدين في البيت ما نسينا نتكلم برا أو في البيت ما شاء الله. شكرنا كثير الشكر وكل عام وأنت بألخير. مشاهدين شكرنا لكم الشكر وتابعونا على الإنترنت للبرامج الفضائية إن شاء الله. شكرا أختي الله يبارك. شكرا إن شاء الله.